السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الطالب ملهم جد الله من الصف الخامس، والآن سوف نشرح عن المادة والخصائص الفيزيائية للمواد. فالمادة يا أصدقائي هي كل شيء يشغل حيز وله كتلة. الخصائص الفيزيائية هي الخصائص التي يمكن ملاحظتها أو قياسها. المادة توجد في خصائص فيزيائية للمادة: اللون والرائحة والكتلة والوزن والحجم والكثافة. والآن يا أصدقائي سنعرف الكتلة. ما هي الكتلة؟ هي كمية المادة الموجودة في الجسم، وتقاس باستعمال الموازين المختلفة. من الموازين المختلفة ميزان ذو الكفتين والميزان الإلكتروني. ما هي وحدة قياس الكتلة؟ الغرام، جي والكيلوغرام، كي جي. والآن وصلنا إلى الوزن يا خامس. الوزن هو مقدار قوة جذب الأرض لأي جسم. على الإجابة، إذا رميت أي جسم إلى الأعلى فإنه يرتفع حتى يصل ارتفاعا معينا ثم يسقط على الأرض. لماذا يا خامس؟ فكروا معي، فكروا. بسبب الجاذبية الأرضية. إذا قست كتلتي على سطح الأرض وعلى سطح القمر سأجد أنها متساوية. فهل سيكون وزني على سطح القمر مثله على سطح الأرض؟ فكروا معي، فكروا لا، إن قوة الجاذبية على القمر تساوي سدس قوة الجاذبية الأرضية، لذا يكون وزني على سطح القمر أقل منه على سطح الأرض. سنبقى على تواصل لتكملة الدرس.